قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. والحين راح نسوي هذه التسريحة وخليكم معنا. فالحين أول شيء راح نمشط الشعر نخليه ناعم، وإذا ما مشطناه يعني بيصير معقد وما راح تزبط التسريحة. وراح نفرق فرقة من هنا، ولا أنتي مفروقة؟ خلاص هي مفروقة. نفرق مرة نفرق من لحتى تحت. أول شيء ناخذ الشعر اللي هنا، ناخذ الشعر هنا تمشط. هذه التسريحة تنفع للشعر القصير والطويل، كل شيء تنفع لكل الشعر. طيب لو كان ما عندي شعر؟ لا كيف؟ شعر مرة قصير يعني. إذا مثلا كان شعرك هنا هنا يعني ما راح يعني يزبط. نحط هذه هنا. أول شيء راح ناخذ خصلة من قدام ونسويها على شكل ذيل، ذيل قرنين. ناخذ ربطة، ناخذ ربطة، يا ويلي ناخذ ربطة، بعدين نربط على شكل القرنين. كذا على شكل قرن. بعدين نشده شوي، ما نشده مرة عشان يمكن الشعر يبدأ يتساقط إذا شديناه. بعدين نسوي نفس الحركة هنا، ناخذ الشيء على الشيء، ترى ونبقي شعر من تحت عشان نقدر نكمل التسريحة بالذيول. بالذيول؟ بالذيل. راحت الربطة. يعني تصلح تطلعون فيها العزايم؟ ايوه تصلح، تصلح لأي شيء. يعني تسريحة كذا حلوة ومرتبة وتنفع للمدارس، تنفع للمدرسة بعد. لا ما كيف يعني تنفعون للأكل؟ كيف تنفع للأكل؟ فهموني كيف؟ يعني تنفع للفطور أجل؟ لا يعني أهم أحيانا إذا أكلت يجي شعرك على وجهك، فعادي تستخدمين تربطين شعرك وتسوين نفس الطريقة وبعدين ابدأي كذي. وسوينا الذيل ثاني كذا زي كذا. بعدين نقسم من تحت، نقسم من تحت كذا. امسكي هذا، بعدين نجمع اللي فوق مع اللي تحت. بعدين شفتوا هذه الخصلة؟ ما ناخذها مع هذا، ما ناخذها مع اللي جنبه، نعكسها ونحطها هنا وناخذ ذي ونذي. حط كيف امسكي هذه؟ وين؟ ذي هذه؟ ايه خلاص خليه هذا. فناخذ اللي هنا اللي على اليسار ونربطه مع اليمين. كذا ناخذ ربطة ثانية. وهذه وين؟ لا ربطة ربطة قصدي. راحت. ونربطه. كذا جبت العيد ولا باقي؟ لا ليش اجيب العيد؟ سهلة ترى. انت خذي شعرك اللي تو على جنب هذا. زي كذا. وبعدين نعمل بعدين زي كذا تصير عندنا اكس. ناخذ نفس الخصلة اللي هنا ونرجع شوي على ورا، وهذه كمان بس نشد شوي. بعدين ناخذ الخصلة اللي قدام ونحطها على جنب، يتكون عندنا حرف اكس. اكس مو حرف إلا حرف بالإنجليش. كذا. ونرفع الفوق عشان إذا كان شعرك قصير من قدام ما تقدرين تاخذينه، فارفعي الفوق. ناخذ اللي تحت
بعدين نربط ربطة ثانية. شفيني أنا مع الربطات دولي؟ مدري. خلاص خدت واحدة كذا، خذي هذه ولا خلاص خلاص. وهذه التسريحة مرة سهلة وسريعة، على طول خلصناها. الحين بس نربط ذيل. قبل عندي نكتة. يلا ها. في واحد قولي. في واحد مشمشة اللي قمشمشة صوته لنا. ها؟ أعيد النكتة ولا؟ لا ما يحتاج. سمعتيها؟ إيه. في واحد مشمشة اللي قمشمشة. عشان يصوتوا لنا. طيب. ما عليك راح نفوز. لا إلنا اللي بنفوز. وكذا خلصت تسريحتنا لهذا اليوم. ألف عشان يشوفونها. يلا لفي. هذه هي. يا هذه هي التسريحة، تعالي هنا. هذه هي التسريحة عشان عشان شعرها قصير شوي، فبتطلع شعرات على صغيرة، شعر صغير. أيوة. وبعدين تطلع على فوق. فأنتم يمكن تحطون، تقدرون تحطون مثبت ولا ما يحتاج على دفكم. كذا. اجلسي. الحين نوريكم زي هذا الشعر، تشوفون كيف طالع عشان قصيرة. وأقوى تحية لداري. وين تحية؟ ليش كذا؟ وأنا بعد تحية. أنا فنانة. أنا فنانة. المفروض تحطوا لي تحية. لا المفروض. يلا علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.